حصريا عن فاطمة يا مرحبا اعدادي من صلاب قبا فرحت وقالت مرحبا بنت الرجال الغانمين يا مرحبا بالحاضرين اللي يلفون مشاركين يا مشاركين مباركين يا مرحبا بالحاضرين اهلا وسهلا بضيوف جات القوافي والحروف واللحن مع صوت الدفوف انتر ورود وياسمين ام الوفا بنت الكرم بنت الاصيل المحترم والنعم فيها والنعم طول الليالي والسنين اللي لهم دائم قدر وتعذر من قدام عذر مرحبا باللي حضر والحفلة اللي لا تزين قولوا ما شاء الله واذكروا رب العباد وكبروا ومن التهاني عبروا خير العباد الذاكرين قولوا ما شاء الله يا فاطمة مقبرات كل الجمال الحسن فيها والدلال بسم الله رب العالمين مبروك في ليلة عمر يا مقبرات مثل القمر كل الهدف كل الطهر في كل وقت وكل حين في القاعة اللي لالك كل القرايب حاضرين أتي فاطمة بنت الكريم الشهم والحر العديم راعي الشهامة من قديم ورث الجدود الأولين أبوها له مقام عند المطالق الحشام قدره مكانة واحترام عند الرجال الطيبين يوم الكرم عنوانها تستاهل العلم الثمين صلاة ربي وكما على الرسول المصطفى فاطمة راعي الوفا ملوك يا عز الرفيق يا مرحبا بالحاضرين اللي يلفون مشاركين يا مشاركين مباركين يا مرحبا بالحاضرين اهلا وسهلا بالضيوف جات القوافي والحروف واللحن مع صوت الدفوف تنثر ورود وياسمين ام الوفا بنت الكرم بنت الاصيل المحترم والنعم فيها والنعم طول الليالي والسنين اللي لهم دائم قدر وتعذر من قدام عذر مرحبا باللي حضر والحفلة اللي لا تزين قولوا ما شاء الله واذكروا رب العباد وكبروا ومن التهاني عبروا خير العباد الذاكرين قولوا ما شاء الله يا فاطمة مقبرات كل الجمال الحسن فيها والدلال بسم الله رب العالمين مبروك في ليلة عمر يا مقبرات مثل القمر كل الهدف كل الطهر في كل وقت وكل حين في القاعة اللي لالقت كل القرايب حاضرين هذه فاطمة بنت الكريم الشهم والحر العديم راعي الشهامة من قديم ورث الجدود الأولين أبوها له مقام عند المطالق الحشام قدر ومكانة واحترام عند الرجال الطيبين وتبارك لأخوانها رجال عالي شانها يوم الكرم عنوانها تستاهل العلم الثمين فاطمة راعي الوفا صلاة ربي وكما على الرسول المصطفى عكشوت يا رجال الوفا والنعم فيكم اجمعين